صباح الفل والورد. امبارح بقى ازاي تابعت اللقاء بعين الخبير او عين المختص؟ احنا كجمهور فرحنا الحمد لله طبعا ان احنا كسبنا، ولكن الاداء عامل لنا حاله من القلق ومتوترين لغايه ما طبعا تنتهي المباراه الجايه على خير. والله من بعد المباراه امبارح المصريين اختلفوا فريقين تقريبا. فريق شايف ان احنا حققنا النتيجه المقنعه والنتيجه المرضيه في ماتش ذهاب قدام فريق قوي زي المنتخب السنغالي اللي بيضم عناصر مميزه جدا، لعيبه مختلفه في اكبر الانديه الاوروبيه، وفريق تاني متشائم شويه وشايف ان احنا كان المفروض ان احنا نزود النتيجه او نلعب بشكل افضل، وان في بعض اللعيبه ما ادتش اللي عليها. الموضوع محير. انت ماتش كاس عالم ما يهمش فيه الاداء قد ما يهم فيه النتيجه، وده اللي طلعنا بيه امبارح. يمكن اهم حاجه كانت بالنسبه للمنتخب المصري امبارح ان احنا ما يدخلش فينا جون، وده طلعنا بيه. طلعنا بشباك نظيفه، دي كانت حاجه مهمه جدا ان انت ما تدخلش جون على ارضك، لان ده كان ممكن يلخبط الحسابات بشكل كبير جدا. ستيل يعني مصر دلوقتي الهدف خارج الارض بهدفين، بيتحسب بهدفين. الاتحاد الافريقي اكد على النقطه دي، ان لسه بالنظام القديم ان الهدف خارج الارض بيتحسب هدفين، ودي انا شايفها ميزه كبيره لمصر ان انت ما تسجلش على ملعبك. انت رايح عندك حافز اكبر، عندك متقدم عليهم بهدف، هم محتاجين جونين علشان يتاهلوا، وان شاء الله تكون مهمتهم صعبه يعني. طيب قول لي يا استاذ ماجد، امبارح كان ايه اللي ناقصنا؟ والله كان ناقصنا ان احنا نمسك الكوره في اوقات كتير، خاصه الشوط الثاني، ان اللعيبه تتناقل الكوره ما بينها، ولكن ده بسبب الفوارق البدنيه والفوارق الفنيه بعض الاحيان لعيبه السنغال. خلينا نتكلم منطقيه، اغلب لاعبتنا بتلعب في الدوري المحلي، ما عندناش محترفين كتير. يمكن المحترفين امبارح صنعوا الفرق بالتاكيد، محمد صلاح كان مركز من اول دقيقه، عمر مرموش لما شفناه نزل برضه ظهر بشكل مميز جدا. الفرق العوامل البدنيه صعبه جدا زي ما شفنا، فرق الاطوال هم فرق كبير جدا. لعبتنا حاولت على قد ما تقدر ان هي تجاريهم. يمكن عايز اقول لك حاجه تدعو للتفاؤل شويه، المنتخب السنغال اخر مباراتين قدام مصر ما قدرش يسجل فينا، يعني دي حاجه ايجابيه، لان احنا لو نقدر نحافظ المباراه الجايه كمان ان احنا ما يسجلش فينا جول، دي هتكون حاجه ممتازه، اكيد حاجه هتسهل مهمتنا وتخلينا نتاهل. وكمان رايح بافضليه، يعني فكره ان انت رايح بافضليه نفسيه اكيد هتلعب تحت ضغط جمهوري كبير. الضغط هيكون عليهم وعلينا، يعني كل ما اتاخروا هما في التسجيل كل ما هيكون دي ميزه لمنتخب مصر، وهيندفعوا بشكل اكبر، هنستغل سرعات محمد صلاح، واعتقد عمر مرموش ممكن يبقى ليه دور في ماتش العوده، وتريزيجيه، لاعبتنا في الخط الامامي كلهم عندهم سرعات مميزه جدا، ممكن تقلب الكفه لصالحنا لو جبت جون في دكار يعني في السنغال. طيب.